بسم الله. من الحاجات اللذيذة في ريفت 2019 ان انت لو ضغطت على ال 3D تقدر تظهر الليفلات، تقول له في كان الاول ما بتظهرش الليفلات خالص، لا دلوقتي تدخل على النوتيشن وهتلاقي الليفلز ظاهرة موجودة معانا. كان الاول الليفلات دي ما تظهرش غير في الاليفيشن او في السكشنز، دلوقتي خلاص بقى بتظهر في 3D، تقدر تشوفها دلوقتي اهيت. تقدر تعمل على سيلكت فتقدر تظهرها او تخفيها زي ما انت عايز، وتقدر تعدل الخصائص لو انت عايز. الموضوع ده جميل جدا بحيث ان انت لما تاخد سكشن 3D تبقى عارف الحاجات دي في انهي ليفل وتظهر معاك في اللوحه.